تبارك الله شفوف، الله يعطيك الصحة، ما شاء الله ما شاء الله ديب. السلام عليكم الغزالات ديالي والحباب ديالي، كنقول لكم فيديو جديد ونهار جديد، ونتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بصحه وسلامه. وقبل ما نبداو حبيباتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ودائما غنبقى نشكر جميع المتتبعات والمتتبعين ديالي اللي متبعيني، وكنقول لهم الله يخطيكم عليا. اليوم احبابي اليوم نهار الكبير، درت لكم نهار العراضه، جاتني اول كوموند وقلت علاش لا ما شاركتش مع حباب ديالي. فخليكم لاخر فيديو، ما تنساونيش حبايب من اللايك، شي حاجه هماويه شي حاجه كتجي زوينه. عطيتكم افكار في هذا الفيديو كيفاش تصيبوا السوغو، يعني المرقه ديال اللي كتمشي مع الضلعه والكتف. فخليكم لاخر الفيديو. وهنا حبيباتي كما كتشوفوا معايا، يعني راه الليل شي ثلاثه الليله ديال البنات كندير المغينات انا في الليل، واحد المغينات اللي جديده وزوينه زوينه بنينه، وغير حماقه على الناس اللي خدوا من عندي لا كوموند. هنا كان اقتراح بانهم عندهم عراضه وبغاو شي حاجه نبروبوز عليا، فبروبوزيت لهم هاد المغينات، فعجبتهم الفكره وعجبهم اي حاجه قدمتها. هنا كما كتشوفوا عندي الكتف ديال حولي صغيور، كما كتشوفوا كنثقبو انا شويه هكا، وهذا خير ليا حتى من الضلعه ديالو، وعندي ضلعه صغيره بجوجهم غنمي. انا كنبيكي مزيان وغادي نخشي فيه، نقسم الثوم على جوج وكنحيد هذا اللب ديالها، وكنبقى نخشي في هو هذا البنات، كنحيد لي داك اللب ديالها ضروري تحيدو لان كل مر صافي كتبيكيو بحال هكا كتخشيو في اللحم ديالكم، سواء يكون عندك حولي او نص حولي او هذا، فهاد الطريقه كتجي زوينه. وهو واخا غندير ليه الباغينات كتعطي فواحد المذاق زوين هاد الثومه. صافي هنا مباشره غندوز باش نحضر معاكم الماغينات اللي غنخدم بها. صافي هنا بعد ما تكيت اللحم ديال كامل، كناخذ الربيع والمعدنوس كنطحنهم كما كتشوفوا، عندي ديك شويه ديال السمن كما كتشوفوا، ضروري ديروا السمن كيعطي واحد المذاق زوين من الماغينات الاسيويه. كيجي هنايا سكنجبير والبزار، وهنا مذوبه وعيمه ديال الزعفران، اما ذويبه ديال الزعفران اللي عندكم كما كتشوفوا في ما سخون. هنا عندي تقريبا واحد نص كاس ديال الزبده مع الزيت والملحه، وغنزيد انا هنايا ماشي زيت العود البنات، زيت زنجلان سيزام كيعطي واحد المذاق رائع لهاد الماغينات البنات، والزبده والزيت السيزام كيجي مع اللحم الغنمي رائع البنات. جربوه وردوا لي، ما غاليش هاد الزيت اللي كيتباع في الاسواق الكبرى البنات، كيجي زوينه ديجا نديرها معاكم. وهنا اهم عنصر عندي في هذه الوصفه هو دانون مسوس والقشده الطريه اللي غنزيدها حتى الاخير، هادو لي 13% في هاد الماغينات. جربوهم البنات، جربوهم غير بشي حاجه بسيطه، عندكم شويه اللحم راه كيجي واحد المذاق البنات زوين بزاف. وانا كنخلط فيها واحد المذاقات طالعين كما قلت لكم، وكنخرجوا على الماغينات المعروفه او هذه، فجربوها ديال البنات وردوا عليا راه كتجي زوينه. وداك دانون كيعطي واحد الحمريه زوينه للحم ديالكم ملي كيتحمر، لان خصوصا هذا غيطيب مباشره في الفران، ما غنديروه لا في الكميله لا في كوكوت لا والو، يعني بحال طياب ديال التريتور. وصدقوني هاد الماغينات راه قلت لكم شكرتني السيده عجبتها بزاف. هنا مباشره صافي غادي نخلطها نخليها على جنب، وغنزيد عليها دوك الفصوص الثومه اللي شاطو ليا، غادي نحك لان ما درتش الثومه انا. صافي هاد تقريبا الفصوص اللي شاطو ليا هما اللي غادي نحكم، كلشي البنات غادي يذوب، اي حاجه درتو الثومه اللي لصقت كلشي غادي يذوب. وصدقوني الا كانت عندكم شي عراضه ديروها في الليل هاد الماغينات راه كتجي بنينه بنينه وخصك تطيب. بالنسبه انا وريتكم لومبالاج ديال القشده ديال الطبخ اللي كنخدم بها، هاد كوتشينه زوينه البنات، اولا تاخذوا ماركه اخرى نسيت سميتها. وهنا كنزيدوا واحد كيتشوب باش كيعطيو ما بين الملوحيه والحاره البنات، تقريبا واحد المعلقه كبيره غادي تضيفوا. فصدقوني هاد الماغينات اللي درت لكم راه كتجي بنينه، وكيخدموا بها حتى الناس ديال الشرق في المشاوي ديالهم راه كتجي بنينه. وغنشارك معكم واحد مشاوي الكباب كتجي شعيه زوينه البنات ان شاء الله. صافي هنايا مباشره غنحيد المعلقه وغنبدا الماغيني بايديا البنات. انا كنماغيني او ميم طون كنخشي البلاصه اللي بيكيت بالموس واللي فيها الثومه باش ندخل ديك الماغينات كامله في الكتف ديالي.
غدا بحال هكايا، وخصوصا كما قلت لكم ملي كتبات الماغينات في اللحم ديالكم، راه قلت لكم كتعطيه واحد واحد الفتاوه كيكون زوين. ودائما كنكونوا الا كنا كاع مزربين على الاقل على الاقل ساعه نكون ماغينا اللحم، ولا ساعه ونص دي لا كنا مزروبين. ونصيحه من عندكم البنات، اللحم الا كان مجمد كتخليه حتى كيديك مجله، لحقاش ما كتشدش فيه الماغينات بحال اللي كيشد فيه بحال هكايا ملي كيكون ما غينيش. هنا مباشره بعد ما زدت الماغينات كامله كما كتشوفوا، كنجي بابي كويسون كنفرشو من تحت الناش، وكنحاول نكوفري مزيان نغطيه كامل، لحقاش غادي نخلي انا مغطي حتى الصباح ان شاء الله، وغنطيب كل كتف بوحدو وتلعب بوحدها. وكاين ضروري ديروا هاد القضيه، علاش كنبغي انا كندير في اللحم بعض المرات، حقاش كنبغي داك البويه وداك السوق اللي كيطلق ليا اللحم، فهو ضروري كنحتاجو انا البنات. فانا غندير لكم طريقه الدغميره بهاد الماغينات اللي كيطلق ليا، وكتجي حتى هي بنينه صدقوني والله، حتى جات لذيذه لذيذه، والضيوف او ديال السيده عجبتهم حتى ديك الماغينات اللي درت، ولا هذاك لو جو اللي درت بحال غابيل ديال انه راه ديالو، هذاك اللي درتهم في ليفيغين عجبوهم البنات بزاف بزاف. مباشره غندير لي بابي الومنيوم، والصباح كنشعل الفرن من الفوق من التحت. انا غناخد ديك البويون اللي كيطلق المرق نزيدو على هاد الماغينات، وهنا كنسلق الروز، كندير الزبده وكندوبها، وكندير دويمه ديال الدجاج ولا ديال اللحم، والفلافل هكا حمرا مقطعه، وكنزيد داك الروز. هنا هو البويو، بعد ما زدت ليه داك المرق اللي دار ليه غنخليه يتغدوا مزيان، ونزيد عليه شويه القشده في الاخير. هذا هو المرق اللي كنقدمو معانا، هذا زعلوك ديالي اللي ديجا مشاركه معكم شوي. هنا غندير نسوطي الروز عفوا الجزر خيزو، وبطاطا ملحه وكمون، وهنا كما كتشوفوا تشكوتشوكه ديال الفلفله، فلافل خضراء وحمراء كتواتا. وهذا هو الروز ديالي بعد ما كنديرو في هذيك الزبده والفلفله. هنا كلشي صافي كيكون المونتاج حدا، كلشي باش بدا يتقاد. هادو غنسوطيهم، وهذا الفلفل الملح والكمون وزيت العود. شوفوا هنا كيفاش تغيدوات ليا، شوف كيفاش ولات لاصوص خيطره. وهذه كما كنقولوا حنا الدغميره، ولكن هذه ماشي دغميره، هذه صوص كتجي واعره البنات، تجربوها. غنديرو فيها لي فيغين، وكيكون حباباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، ما بين تكتوكه وزعلوك مشوي على الفران. وهذا هو السوكو ديالو او لاصوص اللي كتمشي مع اللحم ديالنا والروز. هنا الروز البنات كيمشي مع الغنمي، كيمشي زوين، وكنخرجوا من دوك الخضار وداكشي المعتاد، كيجي بحال هكا. كنعجبكم حتى التقديم كيفاش درت ليه، والشكل النهائي ديالو كما قلت لكم راه جديد اللي بشهاده الناس اللي كلاوه. صدقوني هنا كنصور لكم من داري قبل ما يمشي، فهنا كان طلب واحد المتتبعات بغاو اطباق ديال بحال كان نهار كبير، فانا غنبقى نشارك معكم. حبيباتي هذا هو الكوموند ديالي، كنتمنى يعجبكم ويعجب مولات اللي بغاتو. كتجي الكتف هكا بشي حاجه رائعه مع الضلعه صغيره، كتجي الماغينات اللي درت صدقوني كتجي بنينه بنينه. وهذا هو الدغميره اللي كتشويها، مصور عفاك شدي على الدغميره، شو الدغميره كيفاش كتجي. كتجي تكتوكه وكتجي زعلوك، وكتجي شي حاجه مغايره وشي حاجه جديده. وهنا الروز درناه غابل باننا غياكلوا ليه دام، درنا الروز ونخرجوا دائما كنبغي نخرج لكم من اشياء اللي كتكون يعني كوتوديا عند الناس. فكنتمنى ما تنساونيش حبايبي من اللايك ديالكم والاشتراكات ديالكم، وتبارك الله الطبق راه شويه ثقيل عشيره ما شاء الله تبارك الرحمن. والحمد لله ان كانت لكم ناجحه وعجبت الكليان ديالي. كنقول لكم لو وصلتوا هنا ما تنساونيش حبايبي من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. نتمنى لا فيديو تبقاو تطلعوا ليا في مشاهده، فيديو كيطلع فيديو هذا ما عرفتش علاش. نتمنى ان الوصفه تنال ارضاكم، وبسلامه عليكم. وغنتلاقاو ان شاء الله في تتمه برنامج ديالنا ديال الشيوات ديال رمضان، وكنت قدمت لهم حتى نوكا كلاصي راه كاين عندي في القناه. احبكم في الله، سلامه.